إذن نعم إذن نعم ليش حسين المسلم طلع وصرح التصريح اللي هو طلع تصريح الغبس معانا تصريح الغبس خلي يطلع تصريح احنا إيه؟ قاعد يشدون معانا الحبل عشان يستغلون الرياضه ويسيطرون على الرياضه ونزل التصريح ويمكن الاخ ابو بدر ايضا كتبه بتويتر عدل ابو بدر هذا التصريح المسلم وياك ابو حمود الغبس ايش حقق مسيره مستمره رغم العقبات ايش حقق قال رغم العقبات ورغم احنا 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 كاعلاميين وحتى يمكن من ضمن هالبرنامج بضاري احنا نلقي الضوء على تبعات التصريحات والمواضيع انت السنه الماضيه في مقابله خاصه سواها محمد مع حسين المسلم انت وصقر المله شوي وتالهون حسين المسلم بالبرنامج حتى احنا قلنا ايش صار الآن رد حسين المسلم مع احترامي له يقول الكلام هذا إنه أمامنا على عقبات وفي وهدد بالاستقالة إيه وهدد بالاستقالة ليش أرد عليك محمد إيه تفضل أول شيء يعني أنا ما زلت عند كلامي أنا يعني اليوم حسين المسلم مسيه بالخير أو أي واحد من الرياضيين أنا ما أبني مواقفي معاه على إنه في يوم من الأيام أنا وياه مختلفين نضل على الاختلاف لين اموت اذا شفت منه يا ريت اختلاف مشى يا ريت اختلاف بضاري هذا مو اختلاف اذا شفت منه ان الرجل هذا مش اليوم لمصلحه الدوله وقاعد يشتغل بامانه وصدق امامي بالعكس انا ايده واليوم خليني استفيد من كفاءته من علاقاته الخارجيه شو المشكله بهالموضوع حسين المسلم انا صار بيني وبينه حديث عقب تصريحه عندكم وفي جريده الجريده بعد ثلاثة ايام نفى هذا الكلام لا 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 نفى هذا انا كلمت حسين في جريده الجريده بعد ثلاثة ايام نفى هذا التصريح وهذا تصريح محمد المسلم العلاقه بين الاولمبيه والكويتيه وهيئه الرياضه في افضل احوالها ما عليه بس عشان اوضح نقطه بسيطه انا سولفت ويا الاخ حسين المسلم لان انا لما قريت تصريحه بالغبس اعتقدت انه في مشكله صايره لان اللي اعرفه انا ان علاقتنا مميزه معاه ومع الشيخ فهد ومع الاخوان كلهم باللجنه الاولمبيه والامور ماشيه من احسن ما يمكن. زين شو الداعي حق التصريح هذا؟ ايش رد عليك؟ خليني اقول لك فانا اللي افهمه من حسين. لا ايش قال لك؟ خليني اقول لك بالضبط اللي ايه؟ هاجسه وهاجسي بس شنو فرق معالجته وشنو فرق معالجتي؟ انا اليوم لو تسالني كمدير عام للهيئه العامه للرياضه يقول لي بضاري انت راضي عن افرازات الانديه للاتحادات؟ انا اقول لك 60% مو راضي. تسالني بس انا ما اقدر اتدخل اقول حق الانديه ليش اخترتوا هذيله اليوم تقول لي انت راضي عن الموجودين باتحاد القدم او السله او الطاره وكذا انا اقول 60% من الموجودين ما يجب ان يكونوا موجودين ولكن هذا مو دوري انا اني اقول ليش جاسم اشكران يوصل اختيار الجمعيه اختيار الجمعيه العموميه نعم. فانا لما كلمت حسين مسلم قلت له حسين فهمت منه انه نفس هاجسي عنده قلت له اذا هذا الهاجس عندك موجود اذا ساعدني بما انك باللجنه الاولمبيه وانت على ارتباط مع اللجنه الاولمبيه الدوليه ولك علاقات مميزه معاهم خلينا نحط معايير لمن يصل للاتحادات بالضبط خلينا نحط معايير ليش اي واحد يوصل للاتحاد نعم يعني اليوم اللي بيروح اتحاد القدم خلينا نقول حط معايير انه رجل مثلا لاعب سابق حكم عنده على الاقل حد ادنى من التعليم مثلا جامعي مثلا لغه انجليزيه عنده خبره يعني هالتفاصيل لما يكون عندهم مدير مالي لازم يكون عنده شهاده بال يعني محاسبه لما يكون واحد خلينا نقول قانوني لازم يكون عنده شهاده بالقانون نحط معايير معينه انه ما يمسك المناصب الا هالمعايير تمام ووضحت له النقطه وبالعكس هو منسجم معاي بهالراي انما يمكن تصريحه فهم لما تكلم بشكل عام سيده لان اقول لكم الازمه اللي تراكم اللي تراكمت من 2005 تراكم الازمات اخلقت ان اي تصريح مثل هذا معناته في طق بين الهيئه وبين اللجنه في تصادم ابدا من خلال لقاء يعني واضح انا مبادر انا رئيس الهيئه وانا مقرر مجلس الاداره نعم. وبصقر وياي بشكل شبه يومي ويعرف شو اللي قاعد يدور اقسم بالله لو في نعم صحيح ربع من المشكله تعرفوني بعد انتوا عايشين معي تبون الصج اتكلم بصراحه ولا همني تبون الصج ابدا ما في الا العافيه